اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقره ابطال الدوري وابطال الكاس في كره قدم سيدات نادي وادي دجله. الكابتن الكبير كابتن وائل السيد المدير الفني لفريق وادي دجله سيدات، وايضا مريهان يحيى كابتن فريق وادي دجله سيدات، نحتفل ونهنيهم بهذا الانتصار العظيم الرائع. ثنائيه الكره المصريه دوري وكاس، كابتن وائل مشرف ومنور ومليون مبروك. الله يبارك فيك وشكرا على الاستضافه واللي احنا موجودين النهارده وبتحتفلوا بينا، وبشكر القناه الاولى. شرفتنا. دي حاجه كويسه جدا يعني، الحمد لله. اشكرك مليان مليون مبروك. روعه واداء، وكالعاده يعني وادي دجله فريق الابطال. ثانك يو. هايل، عملت شغل عظيم السنه دي. انتوا ايه القصه وايه الحكايه؟ كل شويه مين بيكسب يا جماعه في كره قدم نسائيه نلاقي وادي دجله، مين بيكسب يا جماعه؟ اي بطوله بتكسب، احتكار احتكار لكل البطولات ما شاء الله يعني. الحمد لله. انجاز عظيم طبعا. الحمد لله. عملتوا ايه السنه دي عشان توصلوا لهذه المرحله الرائعه وتاخدوا الكاس الكبير قوي ده؟ احنا عملنا حاجات كتير قوي. كاس كبير قوي يا كابتن. كبير قوي يعني. أول مرة نستلمه كبير كده. صح، أول مرة. هو لسه جديد. اتفضل. لا احنا الحمد لله، احنا بداية كده بدأنا الموسم ده، يعتبر بالنسبة لنا أطول موسم بنتي تلعب فيه كرة قدم بالنسبة للعشر سنين اللي فاتوا ولا الاتناشر سنة، خاصة إن احنا بدأنا بالبطولة الأفريقية، أبطال الدوري، بدأنا بدري. نهينا حتى كنا ناهيين الموسم اللي فات كان قبل رمضان بيوم، بعد كده كان حصل تلمع للمنتخب عشان البطولة العربية وتصفيات اللي هي المؤهلة للأمم. بدأت بفرقتي 15/7 اللي فات، وده كان أطول موسم ممكن هم يشتغلوا فيه. اشتغلنا لبطولة أبطال الدوري، استعدينا ليها كويس، الحمد لله أدينا فيها بشكل كويس. بدأنا بعدها الدوري، من أصعب المواسم اللي الواحد اشتغل فيها. ليه بقى؟ كانت من أصعب المواسم ليه؟ أول مرة، خاصة نهاية الموسم اللي فات، أول مرة بنت تلعب كمية المباريات دي. الموسم اللي فات كنا بنلعب 3 مباريات في الأسبوع، نلعب جمعة 2 جمعة. لدرجة اللي أنا عندي حصل من الإجهاد ده حصل إصابات كتيرة قوي في الموسم اللي فات. بعديها على طول راحوا لاحمين في المنتخب. يعني ما فيش راحه خالص. وانا عندي اكتر لاعبات في المنتخب، عدد كبير طبعا. وبعد كده البطوله ابطال الدوري اشتغلت فيها، وكنا لازم نظهر بمظهر كويس. وبعد بطوله الدوري، بعد كده بطوله الدوري المصري، خلصنا بطوله الدوري المصري خدنا الكاس. فدي اصعب حاجه ان البنت تلعب فيها كوره، اكتر مره تلعب فيها كوره. طيب مريان، الحاجه بقى اللي عايز اسالها ودايما بتشغلني، لما يجي فرق مثلا ولاد يكسبوا بطولات على التوالي ويكسبوا بطولات كتير، يقول لك ايه الجمله الشهيره؟ حصل لهم حاله تشبع. هو انتوا يعني، انا اسف ان انا اقول لك كده، هو انتوا ما بيحصل لكمش حاله التشبع دي؟ بتحصل. بتحصل؟ بتحصل. بتتخطوها ازاي بقى عشان تكسبوا بطولات تاني؟ احنا مش عندنا يعني استمراريه في النوادي. يعني احنا وادي دجله مستمر بقاله اكتر من 15 سنه. صح. بس النوادي الثانيه ما عندهمش استمراريه. فكل موسم بتلاقي فرقتين طالعين، فرقتين نزلوا، فرقتين جداد اتعملوا. فبيبقى في زي حاله سسبنس. الفرقه دي مدرب جديد ظهر، بتلعب بطريقه مختلفه، فدايما ما بتبقاش عارف الدوري رايح فين. صح، تقعد تراقب الفرق اللي طالعه جديده. تمام. فانت مش عارفه مثلا، يعني مثلا في الكوره في مصر، يعني كره القدم رجال، يعني معروف اهلي وزمالك هينافسوا بعض، ممكن فرقه تخش شويه فلوس بس. صح. معروف اهلي وزمالك، لكن انت كوادي دجله كل سنه بيتغير لك منافسين، خصوصا ان يعني ما فيش اعلام كتير متسلط على الدوري والكاس، فانت ما بتتابعش لعيبه يعني. ما تعرفش عنهم، ما بتشوف لهمش حاجات كتير. فبيبقى بالنسبه لك طبعا انت يعني سسبنس. طبعا. بتبقى مش شايف حاجه. نازله المباراه انت مش عارفه مين الخصم اللي بتلعبيه، يعني مش عارفه مهاراتهم فين. انت بتذاكر فرقتك وبتذاكر الجديد في الكوره وبتعمل كل حاجه، بس انت مش عارف الفرقه الثانيه فيها ايه. صح، دي الصعوبه اللي عندك كبيره. انا متخيله دي اصعب الصعوبات، ان انت تلعب مع فريق يتقال كلمة مجهول، ما انت فعلا مش بتبقى عارف تفاصيله، ممكن في مباريات مش متذاعة او مش عارف، ما مش مصورة، فانت مش عارف انت هتلاعب مين والعناصر اللي فيه قواية عاملة ازاي. يعني في الكورة انت هتحط طريقة لعب على المنافس دلوقتي، انت بتنزل وانت ونصيبك، يعني ممكن يطلع قوي ويطلع ضعيف. انا حتى في المحاضرات بتاعتي بفضل اقول لهم انا بشتغل عليكم انتوا، انا ما بشتغلش على فرق تانية.
يعني انا ما مش عارف الفرقه الثانيه بتلعب ازاي، فانا بقى الحاجه دي بتجي لي وانا شغال والماتش شغال. فانا بقدر من خبراتي ان انا اقدر اتعامل. بس انا اهم حاجه عندي لعيبتي انا، انتوا في الحاله ولا مش في الحاله دي، بفضل اركز معاهم فيها قوي يعني في في الشغل معايا اللي انا بشتغل في الاصعب. طب الرجال كل الفرقه عارفه بعضيها والميديا ما شاء الله بتجيب كل ادق التفاصيل، حتى التغييرات، حتى المدرب شغال ازاي. اما احنا صعب جدا يعني اللي احنا بنبقى عارفين الفرق، وده انا قابلته في البطوله ابطال الدوري، ان انا كنت بلعب فرق انا ما اعرفش مين دول ولا تاريخهم ايه، مع لعبات شكلهم متغير، سرعات وقوه و فرق اجسام، حاجه انبهرنا بيها طبعا، بس اتعاملنا مع الواقع. طب انبهرنا بيها، هل احنا عندنا بقى الفرصه؟ انا فاهم ان احنا تاخرنا كثيرا في كره القدم النسائيه، بس الامور تحسنت كثيرا اخر سنتين وبدات تتحسن اكتر، واكيد انتوا تتفقوا معايا في الراي ده. امتى بقى نبدا نقول ان احنا لا نقدر ننافس في البطولات الافريقيه وبطولات عالميه وماله ونقدر نشتغل؟ خلينا نتفق بحاجه. عندنا خامه، عندنا خامه. عندنا مواهب، عندنا مواهب، عندنا مدربين شغالين وزي بلغه الكوره كده بيفحطوا في الصخر مع البنات عشان يعملوا حاجه عندنا. احنا محتاجين نشترك. حضرتك يعني انا السنه اللي فاتت بشترك في البطوله على ملعبنا، انا يعتبر غريب مش عارف على ملعبنا ومش عارف اي حاجه عن معلومات بتاعه الفرق. معرفش هم فين، مستواهم بعيد ولا احنا عملنا اجتهادات شخصيه يعني بينا نبعت حاجات شخصيه كده. طبعا في القاره ما فيش مباريات متصوره كتير، لعيبه بتتغير بتاع. احنا محتاجين نشترك، اشتركنا في خلال سنتين كمان الاحتكاكات دي هتفرق. طبعا انا كمدرب برضه هحتك، ابقى بدل ما ابقى محلي ممكن احتك بقى بالمدارس الاخرين، اشوف مستوى فين، اشوف لعيبتي دي هتوصل. بس احنا عندنا لعبات، احنا عندنا لعبات على اعلى مستوى، مش وادي دجله بس، لا في انديه ثانيه عندنا محتاجين عزيز. بس اشتراك. من هنا اول ما قلت انا الجمله دي رحت شاورتي براسك انه احنا الدنيا اتطورت اخر سنتين مثلا. فانت اكيد من بدري وانت بدات اللعب الكوره شفتي معاناه وشفتي امور صعبه ما كانتش ميسره شويه. دلوقتي بتلعبي في بطولات وبتلعبي في بطولات افريقيه، ايه اللي اختلف من زمان ودلوقتي؟ دلوقتي بقيت بتلاقي نوادي بتجيب سبونسرز، بقيت تلاقي فرقه مثلا بيتزع لها ماتشات بدون ذكر اسماء يعني، بقيت عندك سوشيال ميديا، بقيت على تواصل مع لاعبات اخرات من دول تانية. هايل. بتشوف بيلعبوا فين، بالسنيبس اللي بتظهر على اليوتيوب، الحاجات دي كلها بتغذي عندك وبتديك خلفيه ومعلومات، وده اصلا اللي احنا عملناه واحنا داخلين ابطال افريقيا. طيب انت نفسك كان في ثقافه، والسؤال اللي كنتوا اتنين بس هبدا معاك يا مريهان، انه كان في ثقافه زمان انه البنت ما بتلعبش كوره، البنت بتلعب رياضات اخرى، يعني في العاب تانية للبنت، لكن الكوره دي بتاعت الرجاله بتاعت الولاد. صح. حاسه ان الامور دي برضو اختلفت عند البنات، بقى في بنات اكتر وبقى في قاعده اكبر للبنات ان عايزين يلعبوا كوره؟ زاد كتير. كتير قوي. هي للاسف هي ما ابتدتش تزيد عشان الكوره النسائيه، هي زادت في امم افريقيا اللي احنا استضفناها رجال في 2006 و2010 دي هي ابتدت تزيد، ابتدوا يتابعوا كوره فابتدوا يدوروا، فابتدوا ينبهروا ان في كره نسائيه، فابتدت تجرب، فاختها الصغيره ابتدت عاوزه تلعب. بس اللي كان مكسوف ابتدى خلاص اتجرأ والعب. لا وهتشاف والناس هتعرفني بعد كده. صح. انت بقى عندك حاجه ممكن ما تبقاش عند المدربين الرجاله، يعني اللي بيلعبوا في فرق رجال، ان انت محتاج قصه الكوتشنج دي بقى اكتر بكتير من التجهيز قبل المباراه، ان انت تبقى بتقرا المباراه نفسها. كم مره بقى غيرت ساعه المباراه؟ يعني قلت هلعب كده، طب هروح نادي هليمنت او لا اروح المركز الفلاني عشان واضح ان هم بيضغطوا. انت عندك صعوبه اكبر بكتير، في مدربين حتى في مصر بنقول على او في العالم مدرب يعرف يحط طريقه لعب قبل المباراه كويس بس ما يعرفش يدير المباراه، في مدربين بيعرفوا يعملوا الاثنين طبعا. انت اهم مهاره عندك المفروض تكون بتعرف تدير المباراه نفسها. حصلت لي كتير قوي. حتى اللعيبه كانت بتسالني بتقول لي انت بتعمل تغييرات بسرعه، قلت لهم عشان انا بتفاجئ بحاجات بسرعه. في حاجات وانا بدير الماتش بتفاجئ بيها، ببقى نازل حاطط خطه معينه طريقه معينه هلعب بيها، فبضطر ان انا الاقيها حاجه تانية خالص غير اللي في دماغنا خالص، فبضطر ان انا بعمل التغيير بسرعه. وسالوني فيه كتير قوي في سواء تغيير داخلي او تغيير من خارج الملعب.
صعبة قوي. اه قوي صعبة. لا لا قوي. الله يكون في عونك يعني. لو الاصعب وما يعرفوش يعملوها مدربين كبار. لا لو الاصعب في حاجه ثانيه الاصعب بالنسبه للبنت بس وهي بتلعب كوره، الحاله بتاعتها ايه النهارده؟ ممكن تبقى امبارح كويسه جدا، النهارده مش فايقه، مش فايقه، تبقى الصبح فايقه، ممكن ساعه المباراه خلاص شكرا قفلت منك. بس دي بتحصل في الرجاله يعني كمان لا بس الرجال بتعرف يرجع بسرعه، حتى اللاعب نفسه بيعرف يرجع بسرعه. البنت ممكن تاخد وقت، خلاص تاخد وقت. الوقت ده شكرا. الماتش خلص، الماتش خلص، النتيجه اتغيرت وكل حاجه باظت معاك. طيب ايه اللي ناقص بقى مريان؟ يعني انا شايف دلوقتي زي ما انت قلتي ان القاعده بدات تزيد، الاهتمام بدا يزيد، حتى الاعلام بدا يسلط الضوء. يعني ممكن ما يكونش بنسبه كبيره بس صح. بقى في اعلام بيسلط الضوء، ما كانش انا متاكد انه ما كانش زمان هنعمل فقره كده ونقعد نتكلم على كره القدم النسائيه. دلوقتي انا وغيري يعني مش انا بس، كل الناس دلوقتي بتتكلم عن كره القدم النسائيه. ايه اللي ناقص بقى عشان تحسي ان احنا بينا زي دول كتير بره بيهتموا بكره القدم النسائيه؟ الانديه الجماهيريه تعمل كره نسائيه. الله يفتح عليك، عشان انا كان نفسي هفتح الموضوع ده دلوقتي. ليه بقى الانديه الجماهيريه ما بتعملش كره نسائيه؟ مش عارفه، ممكن تسالهم. لا ما يعني انا بسالك انت، اصل انت اللي جوه المجال. يعني انت اللي بتبقي اكيد مثلا ليكي زمايلك فبتقعدي تسالي يا جماعه طب هو ليه ما فيش في النادي دوت كره القدم النسائيه؟ من وجهه نظري انا ان الانديه الجماهيريه مش بتعمل كره نسائيه لان هي بتبقى مطالب منها المنافسه. وعدد قليل من الانديه هو اللي بيبقى عندهم الماتيريال او خامه اللعيب اللي تبقى تقدر ان هي تعمل المنافسه. فبيبقوا مرتبطين بانديه ثانيه. فطبعا ده ريسك كبير ان انت تعمل فريق وما ينافس، خصوصا ان انت نادي جماهيري. صح، بس دي نقطه نظر فده بيبقى مهم. ريسك دي من وجهه ايه نظر. تاني يا كابتن وائل؟ بص اهم حاجه انا بقعد استغرب ليه اهلي وزمالك واسماعيلي يعني الانديه دي طبيعي او تصورت يعني انها هتبقى قوي. لا هتبقى الانديه الرائده كمان في كره القدم النسائيه. حضرتك اللعبه بتاعتنا دي هل هي لعبه غنيه؟ لعبه كره القدم النسائيه في مصر غنيه؟ مش غنيه. ما دخلش حاجه. يعني كلها يعني انا عندي في وادي دجله، هو وادي دجله اللي بيصرف بس. ما بياخدش اي دعم. ما بياخدش اي حاجه مثلا تخليه انه هو بيصرف عشان مجلس اداره مؤمن باللعبه. ما هي مش غنيه عشان ما فيش انديه جماهيريه. ما لو في انديه جماهيريه الناس هتتابعها. ماشي حضرتك دلوقتي الخامه نفسها يعني مثلا البنات احنا بنختار من عدد قليل جدا غير الاولاد، احنا اولاد ممكن مليون واحد بيلعب كوره. احنا هننزل الشارع نختار البنات فالخامات مش العدد كبير قوي. يعني ده لو في عدد كبير هيحصل منافسه، هيبدا ممكن فيها بيزنس بقى، بيبقى طبعا الفرق هتبدا تعمل فيها. بس احنا بنناشد يعني الانديه الكبيره تعمل لازم ده السؤال دايما مش عشان كوتك الله يفتح عليك. عايز اقول لحضرتك على حاجه كمان. اللعبه فعلا في الفتره الاخيره دي بدات تنتشر. بقى دلوقتي احنا كنا اول بننزل ندور على لعبات، بكلم اصحاب المدربين لو عندكم بنت قريبكم بنت صاحبه اخت العيب شايفين انها تقدر. لا دلوقتي بيتواصلوا معانا من الاقاليم، بيتواصلوا معانا من المحافظات، بيعرفوا يوصلوا لنا وبقى لنا يعني يعرفوا بقى سهل ان هم يلعبوا كوره مش زي الاول. يعني ده يخليني اروح ليك لسؤال مهم جدا. احنا دلوقتي بنعرض لقطات من مباراه وادي دجله، مباراه البنك دي، مباراه البنك. طيب سؤالي ليك يا مريان، سؤال نزل شويه مش عارف ليه فعلا ولا مش عارف ينفع كده ولا اصلا. بس انتوا بتاخدوا عقود بقى وفلوس زي لعيبه الكوره كده، او مش زي لعيبه الكوره اقصد، يعني ليكوا عقود وفلوس وحاجات بتاخدوها ولا انتوا بنلعب بالحب ولا ايه؟ لا احنا لينا مرتبات بتفضل طول السنه، لينا مكافئات بتحصل، ونادي وادي دجله من اوائل الناس اللي عملوا كده، وبيحاول كل سنتين ثلاثه ان هو يواكب الغلاء اللي بيحصل عشان يبقى المرتب يعني كافي. هاي عادي بقى 6 ولا 7 مليون في السنه؟ لا مفيش الرقم ده، مفيش الرقم ده، مفيش الرقم ده خالص. طبعا بهزر عشان نقول للناس انه الناس دول بيلعبوا كوره غير الناس التانيين، غير الرجاله خالص. مش هو مش بيبقى كده، بس هو احسن من نوادي كتير. بس حاليا ومتطلب ده طلب يعني من الاتحاد الافريقي ان اي نادي يكون عنده رخصه افريقيه لازم يعمل عقود للبنات، وده اللي وادي دجله هيعمله. عظيم. كابتن وائل السيد مدير فني في وادي دجله، مليون مبروك، حضرتك شرفتني ونورتني، دايما انجازات ودايما روعه، وننبسط بيكوا دايما على طول. الشرف ليا انا. وشكرا على الاستضافه. اشكرك. ومن خلالك بس عاوز بس طبعا اشكر اللاعبات، تعبوا جدا السنه دي، تحملوا فوق طاقتهم. بشكر مجلس اداره النادي على دعمهم للفريق ومسهلين مأموريه جدا. بشكر الجهاز الفني اللي تعب معايا جدا، كابتن يوسف، الكابتن نشوه، كابتن وسام،
محمد ونص كابتن محمد السيد كابتن وحيد تعبوا جدا جدا الفتره اللي فاتت واستحملونا انا شخصيا يعني. كابتن مروان يحيى انا بشكرك شكرا جزيلا ومليون مبروك دوري وكاس. الله يبارك فيك دايما موفق. ثانك يو. بشكرك شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل الكابتن اسلام عادل مدرب نادي مصر المقاصه. خليكم معانا.